اهلا بكم. النهارده هناخد ليسون نمبر 3. التايتل بتاعه بيقول Miscellaneous Exercises on Ratio. الدرس ده سهل جدا وبسيط قوي قوي قوي، هو كله على بعضه فكرتين، فكره وفكره، والفكرتين ابسط من بعض. وبامانه الدرس ده سهل قوي. ونصيحه مني ليك، يعني نصيحه ايه هي؟ ان انت انا عايزك تحل بنفس الطريقه اللي بقولها لك بالظبط بتاع النهارده، بتاع الليسون بتاع النهارده ده، علشان انت لو فهمت الدرس ده وفهمت الطريقه ديت اللي احنا نشتغل بيها كانك فهمت حوالي 6 دروس مع بعض بنفس طريقه الحل، مش مبالغه، كانك فهمت 6 دروس مع بعض بنفس طريقه الحل. فتعالى كده نبتدي وسم الله. اول اكزامبل عندنا انا بيتكلم عن او بيقول the ratio between the number of girls and the number of boys in school is 3 to 8. If the number of girls is 312, find the number of boys. أول حاجة هنا لو جينا بس نترجم السؤال كده، أقول لك الريشيو اللي هتكون بتوين بين البنات والصبيان كام الريشيو ديت؟ 3 to 8. And if the number of girls وعدد البنات 312، ماشي، find the number of boys، عايز عدد الصبيان. أول حاجة تفكر فيها إنك تسأل نفسك الريشيو هنا بتوين مين ومين؟ الريشيو هنا بتوين الجيرلز أند بويز. فطبعا وقلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ما ينفعش إن أقول بويز توجيرل بمزاجي. عايز تعمل مزاجك ماشي، بس لازم تبدل الريشيو. عامة ابعد عن الحاجات دي كلها واكتب نفس الأوردر اللي جايبه لك في المسألة. قال لك الريشيو هنا بتوين مين؟ جيرلز تو بويز. فعلشان كده هكتب هنا جيرلز تو بويز. تمام؟ دي أول حاجة في الحل أو في السوليوشن بتاعك. يبقى girls to 8 to boys. الريشيو كام؟ 3 to 8. فأنا هكتب هنا 3 to 8. تعال نكمل كده. If the number of girls is 312، عدد البنات 312، يبقى النمبر ده اللي هو 312 بتحط فين؟ تمام، تحت الجيرلز. يتحط فين؟ يتحط تحت الجيرلز. في مشكلة دلوقتي؟ لا مفيش مشكلة. طب هو عايز ايه بقى؟ قال لي find the number of boys، هجد عند البويز كده ومعمل اكس، او ممكن انت تعمل لك ويتش مارك عادي مفيش مشكله. وبعد كده هنقوم عاملين كروس واقول له هنا number of boys، number of boys، وعايز عدد البويز، وبنعمل فراكشن بار كده، بار كبير. اللي قصد الاكس هي الاوبوزيت، الاكس هنا الاكس ده اللي هو النمبر الاوبوزيت اكس بيتكتب تحت هنا في الديرمينيتورز او في البوتوم نمبر. اللي وصل الاكس هنا مين؟ ها؟ 3. فعشان كده هكتبه فين؟ تحت. يبقى اللي وصل الاكس بكده فين؟ تحت. اما الباقي بقى اللي هو 312 ملتبلاي 8 فطبعا يتحط فوق. وعن طريق الكالكليتورز انت بقى بتطلع الريزلت. 312 ملتبلاي 8 ديفايد 3. فالريزلت هيطلع لك 832. بس كده. يبقى دي الفكره الاولى. كمان اكزامبل. هنا بيقول لي the ratio between the height of each of أيمن and مينا. height يعني ارتفاع أو طول أيمن ومينا is 9 to 10. If مينا is 144 سنتيمتر tall, find أيمن height. أول حاجة تسأل نفسك الريشيو هنا between مين ومين؟ قال لي هنا أيمن and مينا. فعشان كده هكتب هنا إيه؟ أيمن to مينا. الريشيو كام؟ 9 to 10. فهكتب هنا برضو 9 to 10 بالترتيب. ال 9 هنا وال 2 تحتها 2 وال 10. عشان اجابتك تكون منظمه. If مينا is 144 سنتيمتر، وهاجي تحت هنا عند مينا واقوم كاتب كام؟ 144. Find ايمن هايت، انا عايز الهايت بتاع ايمن، فعلشان كده احط تحت ايمن هنا ايه؟ اكس. وبنعمل كروس ملتبليكيشن. وأقوم كاتب له هنا أيمن هايت، أيمنز هايت، وأعمل بار. اللي قصد الإكس اتكتب تحت اللي هو مين؟ التن اتحط تحت. وبعد كده بقول له 9 ملتبلاي 144. هتعملها على الكالكليترز هتطلع لك 129.6 تنس. تمام كده؟ تمام. ده الفكرة الأولى. طب تعالى بقى ناخد الفكرة التانية. فيها حتة بسيطة بس زيادة. الاكزامبل هنا بيقول لي the number of people in the sixth grade in one of school is 260 and the ratio between the number of boys of two girls is 6 to 7
Find the number of age of boys and girls in this graph. أول حاجة هنا برضه اسأل نفسك الريشيو بين مين ومين؟ Boys to girls. هكتب هنا boys to girls. نعيد كده مسألة من الأول هنا. قال لنا the number of pupils in the sixth grade يعني عدد تلاميذ الصف السادس in one school is 260. يبقى 260 ديت ما حددليش هي بتاعت البويز ولا بتاعت الجيرلز. ما حددليش إن هي بتاعت البويز ولا بتاعت الجيرلز. لا ده ولا ده. أمال بتاعت مين؟ بتاعتهم هما الاتنين. فما ينفعش إنك بقى تحط النمبر ده تحت البويز. طب والجيرلز؟ ولا ينفع إنك تحطهم تحت الجيرلز. طب والبويز؟ ما ينفعش. فعشان كده هم بتاعتهم هما الاثنين. فعشان كده هنكتب هنا حاجة جديدة. هنقول هنا حاجة ايه؟ to some. to some. some يعني مجموعهم هما الاثنين. والsum يعني plus. وهنعمل sum لنا two ratios ديت اللي هي 6 و 7. هيبقى 6 plus 7 equals 13. 6 plus 7 equals الايه؟ 13. يبقى تاني. يبقى انا عملت ايه؟ كتبت هنا to some. to some. والsum يعني plus. بقت 6 plus 7 equals 13. وتحت ال 13 اقوم كاتب الايه؟ النمبر بقى بتاعتهم اللي هو 260. طب عايز اطلع البويز. خلي بالك لازم انت تشتغل معايا كده، ركز معايا. هقول هنا number of boys. واول ما هتبص ركز معايا عشان انت بتفهمه ده بتفهم فيه دروس كتير تانيه. وهتجيب التو نمبرز اللي فوق بعض دولت. لهم مين؟ ال 13 و 260. وانا بنعمل لهم ديفايد. وعشان ديفايد بنعمل ايه؟ بنجيب الكبير على الصغير. يعني 260 ديفايد 13. فما ينفعش يبقى بنجيب من تحت لفوق. ركز معايا. فما ينفعش انك تقول 13 اوفر 260. ما ينفعش. يبقى 260 اوفر 13. تمام كده؟ تمام. نمبر اوف جيرلز هكتب هنا برضو نمبر اوف جيرلز. وبرضو نفس البار 260 اوفر 13. برضو. وهنا ملتبلاي وهنا ملتبلاي. البويز بارش بتاعته بكام؟ ب 6. اهو تحت البويز هنا 6 فعشان كده هكتب هنا 6 والجيرلز 7 فعشان كده برضو هكتب تحت ايه او جنبها ايه 7 ملتبلاي 7 وتطلع بقى الريزلت عن طريق الكالكوليترز هيطلع لك ديت 120 نمبر اوف بويز و نمبر اوف جيرلز ايكوالز 140 ايكوالز كام 140 هنا بيقول لي ذا ريشيو بتوين تو نمبر از 7 اوفر 12 Find the two number if their sum is 76. يبقى اسأل نفسك الأول برضو الريشيو هنا between مين ومين؟ Two numbers. يبقى أنا كده أعمل الريشيو هنا between first number to second number. ما هو قال لي هنا الريشيو هنا between عددين. فأنا أكتب هنا العدد الأول والعدد التاني. هكتبها إزاي؟ first number to second number. طب والريشيو؟ هنا بيقول لي 7 7 over 12. هي 7 to 12. فأنا أكتب هنا 7 والتو تحتها التو وهنا 12. تعال كده نكمل قراءة المسألة. قال لي هنا find the two number if their sum sum يبقى انا هنا هكتب to sum. السم يعني plus 7 plus 12 equals 19. وتحت ال 19 هكتب الايه؟ النمبر اللي جايبه لي في السم اللي هو 76 فهكتب هنا 76. واقول له بقى الفيرست نمبر واعمل بور فيرست نمبر والسكند نمبر واعمل بور واجيب بقى النمبر واجيب الرقمين اللي فوق بعض دولت اللي هم 19 و 76 اول ما ادور عليهم واجيب البيجر فوق او الجريتر فوق والايه والسمولر تحت يبقى 76 فوق وال 19 تحت وبرده في السكند نمبر نفس الفكره 76 اوفر 19 هنا ملتبلاي وهنا ملتبلاي الفيرست نمبر ملتبلاي ايه الريشيو بتاعته هنا ب 7 فعشان كده هنا هكتب 7 والسكند نمبر ملتبلاي 12 واطلع بقى الانسر الفيرست نمبر 76 اوفر 19 ملتبلاي 7 هيكون ايكوالز 28 والسكند نمبر هيبقى يطلع لك في الاخر 48 تمام كده تمام ذا ريشيو بتوين سامح وي اند يوسف وي از 5 تو 7 ذا ريشيو بتوين مين وزن سامح وزن يوسف كام 5 تو 7 And the difference between their weights is 14 kilogram. Find the weight of each of them. أول حاجة تسأل نفسك الريشيو بين مين ومين؟ سامح and يوسف. عشان كده هنقول سامح to يوسف. الريشيو كام؟ 5 to 7. فنكتب هنا 5 و 2 7.
نكمل كده. قال لي هنا and the difference. كلمة difference دي expression دي معناها minus. اما اللي احنا حلينه من شوية كان اسمها sum يعني plus. فعشان كده اكتب هنا two difference. وما تنساش ان difference دي يعني minus. يعني minus يا مستر؟ يعني هتعمل 5 minus 7 او 7 minus 5 لو هتعكس عادي مش مشكلة برضو. يبقى 7 minus 5 equals 2. فانا هكتب هنا تحت difference هنا اكتب ايه 2. والdifference 2. وتحت ال2 هكتب بقى الفاليوز بتاعت الديفرنس اللي هو قال لي هنا 14. فعشان هنا هكتب تحت ال2 هنا 14. ونفس الفكره برضو هطلع سامح واكتب يوسف وعمل هنا equals بار واجيب الرقمين اللي فوق بعض دولت اللي هو 2 over 14 اكتب البيجر الاول يبقى 14 over 2 multiply وبرضو يوسف برضو 14 over 2 multiply سامح الريشيو بتاعته بكام 5 ويوسف ب7 هتعملها على الكالكوليتر هيطلع لك في الاخر نسامح ب 35 ويوسف ب 49. يبقى الفكره الثانيه ان هنا بنعمل ايه؟ ان هنا عملنا ايه؟ difference يعني minus. وخلي بالك في مجموعه من الاكسبريشنز كده او الوردز اللي معناها بيقول لك معناها ان هي minus. عندك مثلا زي listen exceed increase more than longer greater bigger smaller shorter. كل دي expressions معناها ايه؟ difference. وخلي بالك ان لزان واكسيد دايما بتيجي كتير قوي. لزان واكسيد دايما بتيجي. كل الاكسبريشنز دي لازم تكتبها عندك في الايه في النوت بوك علشان دي مش هتعرف تحل الا ما تحفظ الاكسبريشنز ديت. كمان اكزامبل هنا بيقول لي The ratio between Amjad money and Kareem money is 7 to 9. Find Amjad money and Kareem money if Kareem money exceeds Amjad money by LE5. على فكرة كلمة exceed دي يعني يتجاوز أو أزيد منه بمقدار قد إيه 5 باوند. برضو نفس الفكرة ما تفكرش كتير. الريشيو بين مين ومين؟ Amjad to Kareem. عشان كده هكتب هنا Amjad to Kareem. الريشيو كام 7 to 9 فاكتب هنا 7 to 9 وقال لي هنا exceed وهو ان exceed دي معناها minus فعشان كده هكتب هنا difference ولو عايز تكتب الكلمة ذات نفسها exceed ماشي ما فيش مشكلة يبقى 9 minus 7 equals 2 وتحت ال 2 هم كاتب الفاليوز اللي قال لي عليها بكام 5 فاكتب هنا 5 طلع بقى امجد او لو equals وبار 5 over 2 ببدأ بالبيجر الأول ما تنساش multiply الريشيو بتاع أمجد 7 اعمل على الكالكوليتر وطلع لك في الآخر 17.5. أما كريم طلعها أنت بقى وقف الفيديو وطلعها. آخر example معانا هنا قال لنا if A to B equals 5 to 3 and A minus B equals 8 then P equals عادي جدا. الريشيو هنا بين مين ومين؟ A to P هكتب هنا A to P. والريشيو 5 to 3 هكتب هنا 5 to 3. وقال لي هنا and A minus B. minus يعني difference بس هو ما جابش كلمة difference وقال لي minus. حاضر هو كاتب لنا difference. واعمل 5 minus 3 equals 2 هكتب هنا 2. وتحت ال 2 هكتب الفاليوز اللي قال لي هنا A minus B equals 8 فعشان كده هنا هكتب 8. واطلع بقى ال P اللي هو عايزها. هتبقى 8 over 2 او divide 2 multiply هو عايز ال P multiply 3 عشان ال P تحتها 3 هيطلع لك في الاخر ب 12. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وان شاء الله هيبقى له برضو تكملة واشوفكم على خير بإذن الله. سلام.